هنتعرف على حكاية الأمير المفلس اللي اتجوز سيدة ثرية من الطبقة العليا، وإزاي كان بيعملها، وإزاي نجا من 3 طلقات من الموت، وحكاية الرصاصة اللي اخترقت رقبته، وحنعرف أثرت عليه في إيه، وإيه حنعرف أسباب طلاقها منه. هنعرف التفاصيل. أحمد فؤاد الأول والد الملك فاروق هو ابن الخديوي إسماعيل، اتولد 26 مارس 1868، اتوفى في 28 أبريل 1936، وهو ابن الأميرة فريال الزوجة الثالثة للخديوي إسماعيل. درس في المدرسة الخاصة في قصر عابدين، وبعد كده سافر جنيف علشان يكمل دراسته، وفي نفس الأثناء تم خلع الخديوي إسماعيل ونفي إلى إيطاليا. ودرس فؤاد في المدرسة الحربية، وبعد ما تخرج التحق بالجيش الإيطالي لمدة 2 سنين، ولما رجع الأستانة بصحبة والده الخديوي إسماعيل عينه السلطان عبد الحميد ياور لي، وانتدب لفترة كملحق حربي بالسفارة العثمانية بالنمسا، لحد ما استدعاه الخديوي عباس الثاني لمصر ومنحه رتبة الفريق وعينه ياور خاص لي. طبعا اللي يعرف الكلام ده هيقول ان سجله مشرف، ولكن الحقيقة بقى غير كده خالص. فالامير فؤاد بن اسماعيل معروف انه سكير، كان شاب مفلس وكان بيستلف كتير لانه كان بيلعب قمار بشغف وشراهة جدا، فكان بيخسر ويستلف، فنوادي القمار ما كانتش بترحب بيه ابدا، لانه لما كان بيستلف ما كانش بيرجع ولا حاجة، لدرجة انه لما كان بيركب الحنطور علشان يوصله ما كانش بيدفع له حتى اجرته، كان بخيل وشحيح جدا وبيحب المال بدرجة مخيفة زي ما قال عنه يحيى حقي. وقال الكاتب مصطفى أمين عن الأمير المفلس إنه لما تولى حكم مصر كان مديون لكلوب محمد علي ب 300 جنيه طعام وخمور، حتى كمان الخياط الإيطالي الخاص بيهم كان مديون له ب 1000 جنيه، ده غير ديونه للبنك الأهلي وبنوك تانية كتير، فكان عايش بمبدأ السلف تلف والرد خسارة، فما كانش بيرد لحد أي قرض يقترضه منه لأنه كان شحيح جدا، والغريبة إن بعض الحاشية كان كمان مستلف منهم، فبدل ما يرد لهم فلوسهم كان بيمنحهم الرتب زي البشوية والبكوية، حتى الستات اللي كان بيستلف منهم ما كانش بيرد لهم فلوسهم، كان بيعينهم وصيفات في القصر. وبما انه فؤاد كان بخيل وشحيح ومديون لطوب الارض، فقال لازم ادور على واحدة غنية جدا عشان اتجوزها، فلقى اخيرا الست اللي لقى فيها ضلته اللي هتغدق عليه الاموال ويشرب من بحر اموالها زي ما هو عايز. كانت هي الاميرة شويكار اللي ورثت ثروة كبيرة جدا وعقارات واطيان واموال ملهاش حصر، فهي برغم انها ما كانتش حلوة في الشكل الا انها كانت ذكية جدا وكان عقلها راجح بيجذب ليها اي راجل، وعلى الرغم من ان الست دي ما كانتش جميلة الا انها كانت صفقة مناسبة جدا لفؤاد، فكانت من الاغنياء في مصر وكانت من سيدات الطبقة الراقية في المجتمع المصري انذاك، ولما تقدم لها فؤاد وافقت عليه بأنه يدفع لها مهر 10,000 جنيه، ولكنها وافقت برضو على تأجيل تسديد المهر ده لحين ميسرة. ومن أول يوم زواج اكتشفت شويكار حقيقة وسبب زواجه منها اللي هو الطمع في ثروتها. المهم أنه ما كانش بيصرف عليها مليم، بالعكس ده كان بياخد منها فلوس من غير حساب، وكل ده علشان يلعب بيهم قمار ويسكر، والغريبة انه ما كانش مؤامر شريف، بالعكس ده كان نصاب، فكان بيسرق الورق بتاع اللعب وبيخبيه في حذائه. ولكن الأميرة شويكار يا عيني عاشت أسوأ ايام حياتها معاه في عذاب وقهر وهم، سواء منه او من حماتها صليطة اللسان، وكان لما بيطلب منها فلوس وتأثر منه كان بيشتمها وبيهزقها ويمرمط بكرامتها الأرض، وبرضه كان بياخد منها الفلوس غصب عنها وبيضربها بالكربوج، كان بيعذبها جدا. فكانت يا عيني بتبعت لإخواتها جوابات بتوصف لهم فيها العذاب وسوء المعاملة وجهنم اللي هي عايشة فيها على أمل إن هما ينقذوها، فمعاملته السيئة فاقت كل الحدود. وفي أحد المرات سافر أحمد فؤاد خارج القاهرة واستفردت أمه بقى بالأميرة شويكار، وحصلت بينهم مشاجرة كبيرة أدت إلى هروب الأميرة شويكار من قصر الزعفران،
فراحت عند أهلها في قصر الجزيرة وشكت لأخوها الأمير سيف الدين عن سوء المعاملة من زوجها المؤامر السكير أحمد فؤاد. فلما رجع فؤاد من السفر وملقهاش اتجن جدا وراح قصر الجزيرة علشان ياخدها بالعافية وشدها من ايدها. فجي أخوها علشان يتصدى لها ويدافع عنها فاداله بوكس في وشه، ولكن فؤاد اداله بدل الضربة ضربتين لأن فؤاد جسمه أقوى من سيف الدين بمراحل، وأخد فؤاد زوجته وجرها من شعرها ورجعها قصر الزعفران بالقوة. وعلشان يضمن حقه هدد أحمد فؤاد الأميرة شويكار إنه يقتلها لو ما عملت لهوش توكيل رسمي عام بأموالها وأملاكها. وعلى الرغم من إن شويكار قريبته من عيلة علي بالكبير إلا إنه ما عملش حساب لصلة القرابة بينهم، فبرغم إنها كانت مثقفة وذكية جدا وبتجذب بعقلها كل الرجال إلا إنها ردت بحالها مع فؤاد. والغريبة إن الراجل ده نجا من الموت مرتين، فسيف الدين أخو شويكار ضرب عليه 3 رصاصات وهو سهران في كلوب محمد علي ولكنه نجا منهم، ولكن في رصاصة منهم اخترقت رقبته وعملت له عاهة مستديمة فأثرت على صوته وعلى طريقة كلامه، فكان كل ما يتكلم يصفر. وتم القبض على سيف الدين وحكم عليه ب7 سنوات. ولما توفى السلطان حسين كامل أخو فؤاد سنة 1917 واعتلى العرش فؤاد الأول، عمل مؤامرة على سيف الدين أخو شويكار، فادعى أنه مختل عقليا وحطه في مستشفى أمراض عقلية في لندن وحجر على أمواله وأملاكه. فالإنجليز مش هيلاقوا أحسن من فؤاد يكون سلطان على عرش مصر ويكون تحت أمرهم. ولكن بعد تصريح 28 فبراير أعلنت بريطانيا استقلال مصر وأصبح فؤاد ملك مصر والنوبة، وتم تغيير لقبه من سلطان لملك، وطلب من بريطانيا تعديل نظام الوراثة بأن اللي يورث الحكم ذريته فقط وليس أكبر أبناء الأسرة العلوية سنا، وكان له ما أراد. وأنجب فؤاد من زوجته الأولى شويكار إسماعيل اللي توفى قبل أن يكمل عامه الأول، وبنته فوقية، وتجوز بعدها نظلي اللي خلف منها ولي العهد فاروق الأول وفوزية وفايزة وفايقة وفتحية، وتوفى في إبريل 1939 ودفن بمسجد الرفاعي وتولى العرش من بعده الملك فاروق الأول.